بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم سامي ضاهر من قناة المعرفة للشروحات التعليمية. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن ترقية ويندوز 8 واحد إلى ويندوز 10، وكذلك الكلام بينطبق على ويندوز 8. فطبعا إيه الأسباب اللي دفعتنا إلى الترقية من ويندوز 8 واحد إلى ويندوز 10؟ مايكروسوفت أعلنت يوم 13 واحد عن وقف الدعم عن ويندوز 8 واحد ابتداء من 10/1/2023. هنا المقالة على موقع مايكروسوفت بتعلن انتهاء دعم ويندوز 8 واحد في 10 يناير 2023. اللي مش عارف ايه وقف الدعم عن ويندوز 8 واحد، ان وقف الدعم عن الويندوز ما مش ان الويندوز يقف عن العمل النهائي، لا، بان شركة مايكروسوفت وقفت تنزيل تحديثات للويندوز اللي هي وقفت الدعم عنه. فطبعا مش هتنزل تحديثات للويندوز اللي هي تحديثات الامان والحماية، مش هتنزل تحديثات للويندوز من ناحية الصيانة او حل المشاكل واصلاحها، مش هتنزل تحديثات للويندوز من ناحية دعم برامج التشغيل. بعد مايكروسوفت ما اعلنت عن وقف الدعم ووضحت لك ان وقف الدعم بيكون بخصوص ايه، طبعا هنا الحل ايه بالنسبة للموضوع ده؟ ما الخيارات المتوفرة لدي للبقاء مدعوما على نظام ويندوز؟ فطبعا هي بتقول الافضل انك تستخدم ويندوز 11. طبعا ويندوز 11 بيكون ليه مواصفات معينه ومواصفات عاليه للجهاز، في بعض الاجهزه وخصوصا شغاله ب 8 1 و 8 ما تمتزش بالامكانيات دي. فطبعا هنا حل تثبيت ويندوز 10 على الكمبيوتر الشخصي الحالي، لان بيقول لك هنا هو ان ويندوز 10 متوفر الدعم عليه لغايه 14 اكتوبر 2025. فالحل هنا هو انك ترقي ويندوز 8 واحد او ويندوز 8 او ويندوز 7 الويندوز 10. وكذلك الاسباب اللي دفعتنا ان احنا نرقي الويندوز من 8 واحد او 8 الى ويندوز 10، ان الشركات المنشأة للبرامج اللي هي بتشتغل على نظام ويندوز بعد ما تعرف ان شركة مايكروسوفت وقفت الدعم عن نسخة من نسخ اي ويندوز تدعمش النسخة دي. ليه؟ لان بيهمها في المقام الاول ان الشركات دي تعمل البرامج لنسخ ويندوز تكون مدعومة، لان بتعرف ان الناس تبدأ ما تشتغلش عليها، فبذلك ما فيش شيء مجزي انها تدعم النسخ الويندوز دي بالبرامج بتاعتها. الحمايه والامان على ويندوز 10 افضل من ويندوز 8 بكثير، حتى لو انك اشتغلت على ويندوز 8 وكان مدعوم، لا، الحمايه على ويندوز 10 افضل بكثير من الحمايه والامان على ويندوز 8 واحد. بيأمنك بانك ما حدش يقدر يخترق جهازك ومعلوماتك بتفضل محفوظه. الحاجه الثانيه برضو من الاسباب والمميزات اللي احنا دفعنا لترقيه ويندوز 8 واحد او ويندوز 8 او 7 الى ويندوز 10، مظهر ويندوز 10 افضل بكثير من مظهر ويندوز 8 واحد. كل الاسباب السابقه بتخلينا نرقي ويندوز 8 واحد الى ويندوز 10 لنستفاد بالميزات الموجوده على ويندوز 10. بعد ما استعرضنا الاسباب والميزات اللي هي تدفعنا لترقيه ويندوز 8 واحد الى ويندوز 10، ان شاء الله نشوف ازاي احنا دلوقتي في الفيديو ان احنا عملي نرقي ويندوز 8 واحد لويندوز 10 بكل سهوله، وان شاء الله مش هنفقد اي شيء من الملفات الموجوده بتاعتنا، سواء على جسم السي او على جسم الدي او على جسم الاي او اي جسم اخر، معلوماتك وملفاتك والبرامج كمان اذا ما اختلفتش النواه من 32 بات ل 64 بات مش هتتحذف البرامج، هيتغير الويندوز من ويندوز 8 واحد الى ويندوز 10 وكل الموجود على جهازك بيفضل. وطبعا في الطريقه دي مش هنستخدم فلاش ولا نستخدم فورمات للجهاز نهائي، احنا هنرقي ويندوز 8 واحد الويندوز 10 من داخل الويندوز. فرجاء على الاخوه المتابعين والمشاهدين لنا ان شاء الله الاشتراك في القناه بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ان شاء الله عشان يوصلكم كل جديد هنعمله على القناه، تضغط لايك للفيديو وبكده يبارك الله فيكم. واللي يشوف الفيديو ممكن يضغط على شعار القناه وبيدخل على القناه عندنا قناه معرفه للشروحات التعليميه، ان شاء الله عليها فيديوهات كتير، فيديوهات مميزه زي مثلا سماع مكالمات الابناء وترقيه ويندوز 7 32 بات ويندوز 7 64 بات، وممكن هنا في ترقيه ويندوز 7 32 بات ويندوز 10 64 بات، وفي فيديوهات كتير فيها تطبيقات لمراقبة هواتف الأبناء، وفي تطبيقات كتير خاصة بالموبايل والجهاز الكمبيوتر. هنشوف ازاي دلوقتي هنرقي ويندوز 8 واحد الويندوز 10. فاحنا ايه اللي هنحتاجه في ترقية ويندوز 8 واحد الويندوز
10، هنحتاج نسخة ويندوز 10 نظام النواة اللي هي موجودة عليها جهاز. طب هنعرف ازاي احنا النواة عندنا على الجهاز 32 بات ولا 64 بات؟ هنروح بالماوس على زيس كمبيوتر، نضغط على الماوس كليك يمين ونختار بريبيرتز. هنا بتفتح لنا الصفحة دي، هنا بيظهر لي عندي الويندوز ويندوز 8.1 بس هو بيتكتب ويندوز 8. تظهر عندي النواة هنا سيستم تيب 64 بات اوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل. فعندي انا نسخة الويندوز 8.1 وعندي النواة 64 بات. طبعا بعد ما عرفنا ان النواة عندي 64 بات فانا كده هنزل نسخة ويندوز 10 64 بات. طبعا هنشوف بالشرح ازاي هنزل نسخة ويندوز 10 64 بات وازاي هنرقي ويندوز 8.1 الويندوز 10 بنواة اللي موجود عليها جهازنا. فيلا نشوف الشرح. في بداية الشرح بعد الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هنشوف ازاي نحصل على نسخة ويندوز 10 نظام 64 بات من الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت. فطبعا احنا هنحمل النسخة ومن خلال النسخة هنعرف ازاي هنرقي ويندوز 8.1 الويندوز 10. هنروح على اي متصفح عندك على الجهاز وليكن جوجل كروم، وندخل على جوجل وهنكتب ويندوز 10، نضغط عليه اول خيار، ياخدنا على موقع مايكروسوفت الرسمي. هنا بيتيح لك الترقية من خلال الموقع. طبعا لو رقيت هنا من خلال الموقع هياخد معك وقت طويل وممكن تحصل معك مشكلة والويندوز ما يفتحش. طبعا هنا لو حبيت تحمل نسخة الويندوز بيقول لك هنا داونلود ويندوز 10، متاح لك بس هنا تحملها عن طريق اداء. اللي ما يعرفش الاداء، هي اداء عاملاها شركة مايكروسوفت من خلالها تقدر تحمل الاداء وتاخدها على سطح المكتب، من خلالها تقدر تحمل ويندوز 10. بس المشكلة في الاداء انها بطيئة جدا، وقت طويل لتحميل نسخة الويندوز وما بتدعمش تكملة التحميل، ان ممكن لو الكهرباء قطعت كل اللي حملته بيضيع. فاحنا عايزين نحمل نسخة ويندوز 10 بحيث ان احنا نرقي الويندوز ومعنا النسخة نستفاد منها بعدين لو حبينا نجدد النسخة. فطبعا هو اسلم حل ان احنا نحمل نسخة ويندوز 10 بالطريقة الاخرى اللي هي عن طريق اي برنامج تحميل زي برنامج داونلود مانجر. طب احنا نقدر نعمل الخيار ده ازاي ونقدر نخلي ان الموقع يتحنا تحميل نسخة ويندوز 10 ببرنامج خارجي؟ هنيجي هنا على اي مكان فاضي في الصفحه، نضغط على الماوس كليك يمين ونختار هنا لو عندك الويندوز عربي بيجي لك هنا فحص. فطبعا هنا نضغط على اخر خيار اللي هو سواء بالعربي او بالانجليزي اللي هو فحص. هنيجي نضغط هنا على الخيار ده اهو اللي هو عليه زي نظام الموبايل ونعمل تجديد للصفحه بالضغط على الايقونه دي او F5. فطبعا بعد ما نعمل تجديد للصفحه بنلاقي الكلام اتغير. هنيجي نغلق الجزء اللي احنا فتحناه على اليمين بالضغط على اكزيت. هنلاقي هنا الموقع اتغير، بيقول لك داونلود ويندوز 10 ديسك ايمج ايزو فايل، يعني انت تقدر تحمل نسخه ويندوز 10 بصيغه الايزو اللي احنا محتاجينها. فطبعا انت ممكن احنا نحول الكلام ده العربي عشان الناس تفهم معانا ونترجم باللغه العربيه، نضغط على ترجمه فايزو. هننزل تحت هنا هو هنلاقي هنا يقول لك حدد الاصدار، نضغط عليها يجيب نظام التشغيل ويندوز 10، نختار نظام تشغيل ويندوز 10، نضغط على تأكيد، ننتظر لحظات. هنا نختار اللغة، وانصحك انك تنزل النسخة باللغة الانجليزية عشان ما يعملش معاك مشكلة، وبعدين لو حبيت انك انت تغير اللغة تغيرها من داخل الويندوز تضغط هنا تأكيد. طبعا هنا هيجيب لك تحميل نسخة ويندوز 10 بخيرك بين النواتين اللي هي نواة 64 بات ونواة 32 بات. فطبعا احنا بنحمل النواة على حسب النواة اللي احنا شفناها على جهازنا زي ما احنا شرحنا سواء 32 بات او 64 بات. فطبعا انا عندي النواة 64 بات على ويندوز 8.1، اضغط تحميل على 64 بات. فلما اضغط تحميل على 64 بات بيجيب لي متاح اني احمل برنامج داونلود مانجر. فطبعا لو ضغطت هنا بدء التحميل هيبدا البرنامج يحمل معايا. فطبعا انا هلغي لان انا محمل النسخه قبل كده اهو. فطبعا احنا عرفنا ازاي نحمل نسخه ويندوز 10 سواء بنواه 64 او نواه 32 بعد ما نحمل نسخه الويندوز على الجهاز عندنا. تنزل عندنا النسخه بالشكل ده هو. مش ينفع ان احنا نرقي الويندوز وهي بنظام الايزو، لازم نفك الضغط عنها برنامج ورار. طبعا اللي ما عندوش برنامج ورار انا اسيبه لك ان شاء الله في صندوق الوصف تحت الفيديو، ومن خلاله تقدر انك تفك ضغط ويندوز 10 اللي هو بصيغه الايزو لصيغه ملفات اللي هو من خلاله هنقدر احنا نرقي ويندوز 8.1 الويندوز 10. هنروح على نسخه ويندوز 10 اللي هي بصيغه الايزو ونفك الضغط من عليها، نضغط على الماوس كليك يمين ونختار من القائمه هنا استريكتر تو ويندوز 10 مايكروسوفت. هيبدا يفك الضغط عن النسخه وبينتج لنا الملف ده هو اللي من خلاله هنقدر ان احنا نرقي ويندوز 8.1 الويندوز 10. فطبعا برنامج ورار هياخد وقت، هسرع الفيديو وارجع لكم بعد البرنامج ما يخلص فك الضغط عن نسخه الويندوز.
بعد ما البرنامج خلص فك الضغط عن نسخة ويندوز 10، طبعا هينتج لنا الملف ده، هو هنضغط عليه دبل كليك، هتظهر معانا ملفات الويندوز هي بالكامل، أيقونة السيت اب من خلالها نقدر نرقي ويندوز 8 واحد الويندوز 10. طبعا إن شاء الله قبل ما نعمل عملية الترقية أحب أقول لكم إن جميع الملفات الموجودة على جهازك مش هتتحذف ومش هتتغير أي شيء، والبرامج هتبقى زي ما هي. فمثلا إن نسختين الويندوز هيفضلوا على سطح المكتب هنلاقيهم بنفس الترتيب. لو رحنا هنا على كنترول بانل، ندخل هنا على البرامج الموجوده على الجهاز، لاحظ البرامج الموجوده عندي على الجهاز هتفضل زي ما هي. فطبعا نفس البرامج هنلاقيها ان شاء الله بعد ما احنا هنرقي الويندوز من 8 1 الويندوز 10. فطبعا انا حبيت استعرضها قدامكم عشان تعرف انك انت مش هتفقد شيء من الملفات بتاعتك الموجوده على الجهاز، سواء على قسم السي او على قسم الدي او على قسم الاي. فطبعا كل الملفات هتفضل محفوظه زي ما هي. فطبعا انا عندي الملفات الموجوده على قسم الاي، لاحظ الملفات دي كلها هتفضل زي ما هي ان شاء الله. فبكده هو احنا هنبدا نرقي ويندوز 8 1 الويندوز 10، وزي ما اتفقنا ان مش هنفقد اي شيء من ملفاتنا، وان احنا هنرقي من خلال الويندوز مش من خلال فلاش او اسطوانه. طبعا الملف اللي احنا ظهرنا اللي هو ويندوز 10 بعد ما فكينا من عليه الضغط، هنضغط عليه دبل كليك، هنروح على قائمه سيت اب ونضغط عليها دبل كليك وننتظر، هتاخد وقت شويه، هتفتح معانا القائمة دي. فطبعا يستحسن انك انت لو عندك الانترنت شغال انك تغلق الانترنت. ليه؟ لان الانترنت لو هو شغال النسخة هتبدأ تعمل تحديث اخر من على الموقع وهتاخد معاك وقت طويل. انت هنا الانترنت تعمل له اغلاق عشان النسخة تنزل معاك وما تاخدش معاك وقت. هنلغي العلامة من هنا اهو وهنضغط نيكست، هنضغط هنا على اكسبت. طبعا هتفتح معانا النافذه دي، النافذه دي بتقول لك ايه؟ عن ستيل ويندوز 10 برو، يعني انك انت هتثبت ويندوز 10 برو، كيب بيرسونال فايل اند ابس، يعني الاحتفاظ بالملفات والتطبيقات. فطبعا انت لو حبيت تعمل اي تغيير هنا تضغط على تشين، هنا اول خيار بيقول لك كيب بيرسونال فايل اند ابس، يعني الاحتفاظ بالملفات والتطبيقات زي ما هي على الجهاز زي ما احنا اتفقنا. هنا بيقول لك كيب بيرسونال فايل اونلي، يعني الاحتفاظ بالملفات فقط. وهنا نو سينج، يعني ما يحتفظ لكش باي شيء، كانه يعمل فورمات للجهاز. فطبعا احنا نختار الخيار الاولاني اللي هو كيب بيرسونال فايل اند ابس، هنضغط نيكست، هيرجع بينا على الصفحه اللي احنا كنا عليها اللي هو تنزيل ويندوز 10 والاحتفاظ بالملفات والتطبيقات. هنضغط هنا انستول، هيبدا يعمل ريستارت للجهاز وبياخدنا على ان العداد ده بيكتمل لغايه 100. بيفتح معانا الجهاز كده اهو، من الافضل ان احنا نغلق الخيارات دي كلها، نضغط اكسب. لاحظ هنا الجهاز فتح عندي على ويندوز 10 بعد الترقيه من ويندوز 8 1 لويندوز 10. لاحظ هنا الملفات موجوده زي ما هي، زي ما احنا اتكلمنا ان الملفات مش هتحذف اللي هي الموجوده على الديسكتوب، ونروح هنا على الملفات الموجوده على الاجسام الاخرى زي قسم الاي زي ما احنا فتحناها على ويندوز 8 1، الملفات موجوده زي ما هي ما اتغيرتش وما اتحذفش منها اي شيء. فاحنا نروح نشوف البرامج اللي كانت موجوده على ويندوز 8 1، نروح على كنترول بانل، لاحظ هنا نفس البرامج اللي كانت موجوده على ويندوز 8 1 ما اتحذفش منها اي شيء ولا اتغير فيها اي شيء. فطبعا تيجي هنا تشغل الانترنت زي ما انت عايز على جهازك، لاحظ الانترنت اشتغل معاك طبيعي من غير اي تعريفات، تعريفات الجهاز زي ما هي، الملفات موجوده زي ما هي، البرامج موجوده زي ما هي. طبعا هنا نروح نشوف نسخه الويندوز اللي اتحولت معانا الويندوز 10، نروح على زيس بي سي، نضغط على الماوس كليك يمين ونختار بريبيرتيز. لاحظ ان هو ان الويندوز اصبح عندك ويندوز 10 برو ونظام التشغيل 64 بات اوبريتنج سيستم. وكده احنا رقينا الجهاز من ويندوز 8 1 لويندوز 10. فطبعا احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو وعرفنا ازاي نرقي ويندوز 8 1. طبعا الكلام ده ينطبق على ويندوز 8 برضو، تقدر ترقي الويندوز 10 بنفس الطريقه. فطبعا في نهايه الفيديو الرجاء من الاخوه اللي بيشاهدونا الاشتراك في القناه بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ان شاء الله عشان يوصلكم كل جديد هنعمله على قناة المعرفة للشروحات التعليمية. تضغط لايك للفيديو وبكده يبقى بارك الله فيكم، وإن شاء الله انتظرونا في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.